ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزجالي لتسليط الضوء على الجوانب القانونية لقضية الأرز الفاسد. بداية أستاذ وليد، ما هي أقصى عقوبة يمكن أن ينالها المخالفون إذا ثبتت إدانتهم وفق القانون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سمعنا اليوم هذا الخبر، فهناك القانون حدد لمثل هذه المخالفات التي تتم. فقبل كل شيء المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لا، لأن اليوم سمعنا كثير تغريدات وكثير في التواصل الاجتماعي، فيجب أن نتريث حتى ناخذ كل المعلومات أو كل الضبطيات اللي تمت فيما بعد لما تحال إلى جهات الاختصاص، وجهات الاختصاص تحدد نوعية العقوبة في مثل هذه الحالات التي تتم. نعم. والقانون حدد في العقوبات، حدد العقوبات سواء عقوبة أو الغرامة أو إغلاق النشاط أو إغلاق المحلات، وكذلك الأدوات التي استخدمت في هذا تصادر فيما بعد أو تتلف جميع الأشياء. لكن هل يمكن تغليظ العقوبة لهذا النوع من الغش المرتبط بالعبث بحياة الإنسان؟ بالنسبة لتغليظ العقوبة، على المشرع أن يحدد في تغليظ العقوبة، لأن هناك في جنح وفي جنايات. مثل هذه، هل هي جنحة أم هي جناية؟ يحددها القانون، فيما بعد تحددها المحكمة التي هي المحكمة المختصة التي تقوم بتطبيق القانون في هذا. فنحن نطالب نفس الشيء على المشرع أن يقوم بمثل هذه الحالات تغليظ العقوبة، وحتى لا يكون هناك تلاعب ومجرد هي عقوبة أو الغرامة. نعم. فيما بعد المحل موجود والنشاط التجاري موجود، يجب أن يكون هذا النشاط يغلق والرئيس التنفيذي لهذه الشركة يعاقب، أو يغلق النشاط كامل مع السجل التجاري في هذه الحالات، لأن التلاعب في مثل هذه الأمور في حياة الناس، وحقيقة يعني أصبحت الحين أن مجرد هي الغرامة أو عقوبة فيما بعد، بعد ما ياخذ فترة العقوبة وتستمر. هذه لا يتم، يجب على المشرع أن يطبق، أن يعمل تشريع مغلط في هذه مثل هذه الحالات. طيب، ما هي أقصى عقوبة في هذه الحالة في حال تم إثباتها كجناية؟ لا أستطيع أقول ما هي العقوبة حاليا الآن، لأن حتى الآن لم توصف القضية، لم تحدد القيد والوصف لهذه القضية. الجهات الاختصاصية اللي تحدد، مثل الادعاء العام هو اللي يحدد، بعد ذلك تحالل المحكمة والمحكمة تنظر في هذا الأمر حسب القيد والوصف لمثل هذه العقوبات. لأن نحن لا نسمع الكلام اللي كثير اللي موجود، حتى التغريدات كثيرة اللي موجودة في هذه الحالة، فيجب أن نتريث حتى نرى ما هو القيد والوصف في هذا في مثل هذه الحالات أو بهذه القضية بالذات. طيب، أشرت أكثر من مرة إلى التغريدات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في تويتر، ما مدى تأثيرها على مجريات هذه القضية؟ والله القضية ما احنا لا نروح للإشاعات أو التغريدات التي تتم في هذه الحالة، لأن يجب علينا التريث والإثبات، لأن الإشهار بهذا الأمر أو الإشهار بأي شيء تتم يجب أن يكون نفس الشيء المشهر في هذه الحالة، أن تتم إشهاره في هناك جريمة، في هناك عقوبة، من هو المشهر، من هو المسبب في هذا الأمر. فيجب علينا التريث حتى تكتمل جميع الإجراءات القانونية فيما بعد المحكمة، في بعد الجهات الاختصاص مثل الادعاء العام يحدد القيد والوصف، والمحكمة التي تقوم بهذا. حتى القانون حدد في هذا الأمر، حينما تحكم المحكمة يجوز لها أن يعني تنشر في جريدتين وسعيت الانتشار يومين، أحدهم باللغة العربية، الحكم الذي صدر فيما بعد. هذا من حق فيما بعد هذا. أما اللي يتم التشهير اليوم في كل الأمور في هذه الحالة، يجب التريث أن نأخذ المعلومة الصحيحة من موقعها، من مكان ومن جهات الاختصاص التي تجمع الدلالات والمعلومات في هذه الحالة. طيب، بعض الدول الغربية تسمح قوانينهم بالتشهير في جرائم الغش التجاري، هل يمكن تطبيق هذا في السلطنة؟
في كل مكة، كل دولة لها قانونها، كل دولة لها نظامها، كيفية التطبيق. ففي قوانين موجودة عندنا حول الأمر هذا، لكن مثل ما أنا أسلفت يجب علينا التريث وناخذ الأمور بجدية وناخذ كافة المعلومات والاستدلالات حول هذا الأمر حتى تتم، لأن حتى القانون إعافة للمحكمة يجوز لها فيما بعد، بعد إصدار الحكم يجوز لها نشر الحكم في جريدة، مثل ما قلت، في جريدتين يوميتين متعددة الانتشار، أحدهما باللغة العربية. ولكننا نتحدث عن غذاء فاسد، أليس من باب أولى أن نذكر على الأقل نوع هذا الأرز الفاسد كنوع من التحذير؟ نحن ممكن نذكر الجهة التي قامت، لكن ممكن هذه الجهة فيها الآخرين اللي متواجدين، هل هم متورطين في هذه كذلك في عمالة والوافدة الموجودة؟ أنا مثل ما قلت، على المجلس إدارة هذه الشركة أن يعاقب. أما بالنسبة للعمالة اللي موجودة، العمالة الهاربة اللي يجيبوها وتستخدم في مثل هذه الحالات، فهذه فيها جهات أخرى نفس الشيء تأخذ إجراءات القانونية ضدهم. فيجب علينا أن بصفة عامة اللي مسؤول عن هذه الأمور مجلس إدارة الشركة، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة، أن يغلق المحل بعد ذلك، بعد إثبات جميع استدلالات وإصدار الحكم في هذه الحالة تتم. أما مثل ما اللي اليوم سمعناه والتغريدات اللي موجودة، يجب علينا أن نأخذ مثل ما قلت جميع الاستدلالات والاستنتاجات والقوانين التي رادعة لهذه الأشياء. طيب حاليا في الوقت الحالي هل يمكن الإفصاح عن اسم الشركة؟ حاليا ما ممكن يفصح باسم الشركة، يمكن في شركات أخرى بكرة تقول هذه الشركة أنا ما أنا، وفيما بعد تطالب من حقها أن هي يعني وضعت في هذا التشهير، وضعت وشهرت في هذه الحالة. فيجب مثل ما قلت لك أن التريث وجمع كل المعلومات، وإذا طلعت هذه الشركة اللي موجودة اللي اليوم نحن قاعدين نسمع عنها هي المسؤولة، فيما بعد القانون يأخذ مجرى. طيب المحامي أيوب، يعني ماذا عن المتضررين وإثبات هذا الضرر؟ نتحدث عن أشخاص إذا كان هناك، يوجد في بيوتهم هذا الأرز. أي نعم، إذا كان هناك متضررين يجب عليهم أن يتقدموا لجهات الاختصاص أن نحن تضررنا، وكذلك المحلات التي شاركت في بيع هذا المنتج. يجب عليهم كلهم أن يكونوا، بالذات المواطن هو المتضرر بالذات، يجب أن يكون هناك في أدلة القاطعة لهذا الأمر، أن يقدم المواطن أنا فلان فلان تضررت عن هذه الحالة أو عن هذا المنتج، وكذلك الجهات الاختصاص تأخذ بهذه المعلومات من هذا المواطن، والثاني والثالث والرابع، هل هناك متضررين؟ هل هناك في إصابات؟ لأن حصلت سابقا كثير مثل هذه الحالات، فما ما 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 وجدت هناك آلية أو ما وجدت هناك في مواطنين تقدموا أنهم متضررين من هذه الحالات. فنحن دائما نقول ان يجب ان يتقدم المواطن انه متضرر، يتقدم الشخص انه متضرر، يتقدم اي جهه او اي محل انه متضرر او باع او اشترى من هذه، لازم تاكد من كل الامور فيما بعد يتم تطبيق القانون على هذا. شكرا لك المحامي والمستشار القانوني وليد بن ايوب الزجالي، شكرا جزيلا.